يا كيف ننجو من عذاب الله بالله إلهي عذاب كيس لسان وقبل بادنا نبو حقود عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليصعك بيتك وابكي على خطياتك عرب كاغا هيسو كنترول واشيكينا وورنا وهذا الله ووضنا كورنا دي آخر الله انت اللي ما دوحة كوها اللي يسيون لحسابني هدا دكتين لحسابني يسو هذا ما كنترول شيء نبي محمد فلي بد بعد هدا دون يسو عرب كاغا هيسو قولي يا دون هاكو قاضي دك كلايو انك واحد مكورنا هبل با وحسن ما شي دوله هلك كبد شي شي هبل با وحد كان با سان يدعي با ودا كان با بدعوا لنا نقضي هلك با كبح عد كلا لا سفيه نبي محمد حليه وقع على خطياتك من كلتي شي انت دي لو دا اخر لو غورن ما يقوا كورن كوغي واحد لو ويدينيا اديك يا اخطاء دي نبي محمد يقول هداد بدباده دون يشوف وابكي على خطياتك دم بقى قال له أوي. طوبى لمن ملك نفسه ووسع بيته وبكى على خطيئته ولذلك نبوح تلمام يا نك أويا يا إلهي درتي وأويا إنه كم ديكو إلهي سبحانه وتعالى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عرش الرحمن ككو هرسنا يا مال تبد بادي وحنبوح تلمام يا كو النار تكبد بادي حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله لما حديث هو صحيح إلهي سبحانه وتعالى النار طوح كم ممنوع لا يلج النار رجل بكى من خشية الله بد بادده انت تهده أوي لهيد نديمك أوي دوية ولذلك باو حل إلى هذا دكينا كد فكذا إنه قبضان إنه وان عمل بحيني صالحين لكن عكس جاي هاي يبقى عمل كوكب بدن يهي أيها هذا نعف سيدنا كوكب بدن